وعن قراءة تعديل قانون الأحوال الشخصية، قالت نائبات من تكتل النسوي يعارض التعديل إن مقترح القانون مجحف وسيتم الطعن به، وبجلسة اليوم لدى المحكمة الاتحادية. قانون الأحوال الشخصية هو قانون مجحف بحق الشعب العراقي، وسيتم الطعن بالجلسة بهذه الأيام القريبة الجاية. فإن شاء الله احنا ممثلين على الشعب، والشعب أمانة في أرقابنا، وهذا القانون لن يصوت ولن نصوت عليه إن شاء الله، وبالأيام الجاية راح تشوفون تغييرات. احنا مو رافضين التعديل بقانون الأحوال الشخصية، ولكن رافضين المجهول اللي ما نعرف شنو هو، يطلب منا انه قراءة اولى، قراءة ثانية، تصويت على قانون احنا ما نعرف شنو محتواه. هل يا ترى هذا يعقل انه تصوت على مجهول؟ ما هذا المجهول؟ يجوز التعديل اللي يصير يكون بمصلحة الشعب العراقي، الأسرة العراقية، ولكن خلي اشوفه شنو هذا التعديل، شلون اني اصوت على شيء ما اعرف محتواه. اللي صار اليوم مهزلة داخل الجلسة حقيقة. ادرجوا القانون بحجة جمع تواقيع، لكن التواقيع وبالدلائل تواقيع مزورة، أغلب النواب اعترضوا أنه تم إضافتهم وتم التوقيع بدالهم بدون علمهم، وهذا شيء يعني هذا كارثة. وأنه أغلب التواقيع اللي موجودة اللي من أساسها اندرجة في القانون بالأحوال الشخصية داخل الجلسة هي تواقيع مكررة ومزورة، نصاب لم يتحقق داخل الجلسة، وعليه إحنا لا نتوجه للمحكمة الاتحادية للطعن بقانونية هذه الجلسة.